العربية امرأة حرة، ما غيمكنش تسمح نفسها تخرج تربط علاقة رضائية خارج الإطار الزواج الشرعي. احنا بلد مسلم، عندنا أمير المؤمنين حامل الإسلام، وما يمكنش يوافق. فأنتم كتهضروا في الخوا، كتهضروا في الخوا، كتحلموا، ولكن ربي كيفضحكم، ربي كيفضحكم. المرأة المغربية كتخرج في 6 الصباح كتمشي للخدمة رغم الظروف الشتاء والقهر، وتدي وليداتها للحضانة ولا تديهم عند عائلتها، وكتخرج باش تسترزق الله وتجيب داك الشيء على دراعها. ما كترضاش المرأة المغربية سي وهبي نفسها أنها تدخل دار الدعارة وتمشي تخون الزوج ديالها باش تجيب الماكلة لوليداتها. شمن منطق كتفكروا يا حكومات الفساد؟ شمن منطق كتفكروا؟ حرام عليكم، والله عز وجل ما غيكملش عليكم هذا الشيء اللي كتفكروا فيه. كذلك بديتو كتشيعوا لنا الفاحشة عبر ديك الأفلام، نرجع عند ديك الأفلام لأن هذا كيخص النساء. والأفلام اللي كيجيبوها كاملة كيجيبوا فيها المرأة كتحمل أو البنت كتحمل قبل ما تجوز، حتى كتحمل عاد كتمشي تجوز، رجعنا بحال شي ناس ما حتاش نذكر البلد. فهاد الشيء كله شنو كيشير؟ واحد الثقافه، وكيشيع واحد الثقافه ديال الفساد. كيجيب لنا الاستاذ تبارك الله اللي في الفيلم تكرر ما عرف شحال من مره، شفت واحد اللقطه منه الحقيقه شفته بغيت نشوفه، هذاك الفيلم ديال مول بندير. شمن رساله كتوصل السي اخ النوش يا الوزراء ديال الاعلام والاتصال؟ شمن رساله كتوصل؟ زعما ملي كان الاستاذ كان مسكين كانت عنده قيم ومبادئ فضطهد، والنهار اللي رجع كان شبر بندير رجع مليونير. شمن ثقافه وشمن رساله وصلتي للمغاربه؟ خصك الاستاذ يرجع حامل بندير، والله عمرك ديك النهار ما تشوفه الاستاذ صامد. وكتجبنا الاستاذ كتجبنا المراه كذلك اللي تحولت بواحد نظرا الظروف ديال الفقر اللي كتعيشها، مشات مسكينه رجعت شيخه، والشيخه محترمه وكذا وكذا وكذا. بغيتي الاستاذه ترجع شيخه؟ عمرك ديك النهار اللي حلمتي به. حنا هنا في الاتحاد الوطني اساسيده وغير اساسيده، المراه المغربيه كلها ستتصدى لك اذا مشيتي عملتي شي قانون من هذا القبيل. وكيطلع علينا كيطلعوا لنا ديك الناس اللي هما الناس ديال ويوي، الناس ديال نعم نعم سيدنا، سيدنا ما كنقصدش به سيدنا فوق راسنا، كنقصد به السي اخ النوش. كيطلع علينا واحد منهم وكيقول لك هذا الشيء اللي كاين ماشي حقيقي، هذا غير الذباب الالكتروني وهذا غير المعارضه الجميله. اتقي الله، اتقوا الله في هذا الشعب المسكين. وبصح معارضه الجميله، لان الناس ما بقاتش تفكر في الصحه، ما بقاتش كتفكر في القرايه، ما بقاتش كتفكر الا في الجميله اش غتنزل ليها، لان ما كانتش الجميله ما غتكونش الصحه، ما غيكونش التعليم والى اخره. اليوم حنا كنعيشوا في ظل ازمه غير مسبوقه، في ظل يعني عدم التواصل ديال الحكومه مع الشعب المغربي لتفسير وتوضيح او تبرير، لكن للاسف هذا الامر الحكومه لا تتواصل مع الشغيله المغربيه وتستمر في عجرفتها وفي اقصائها وفي تهميشها الممنهج، وتخرج علينا البارحه بمجموعه من الاجراءات اللي بالحق احنا كنتمنوها، فنحن لسنا عدميون، كنتمنوا هذه الاجراءات ولكن لم تستطع لحد الان ان تستوفي بوعودها الكثيره، على راسها التخفيض الضريبي على الدخل، على راسها اعطاء الدعم ديال المسنين، على راسها كذلك الزياده في الاجور العامه، التخفيض من ساعات العمل بالنسبه للعامل الأجر المرهق، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي للأسف. فلذلك احنا اليوم متواجدين هنا كنأكدوا على المطالب ديال الشغيلة المغربية، كنأكدوا على الظلم اللي تمارس على المغاربة خاصة منهم الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لأن الكل دخل في السلسلة ديال الفقر، في السلسلة ديال القمع اللي هو ممنهج على المكاتب النقابية. يعني حتى المكاتب النقابية لما تؤسس يتم تفكيكها، علاش؟ لأنها تابعة للاتحاد الوطني.